السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف السابع كيف حالكم؟ أهلا وسهلا بكم إلى درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية ضمن سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية. واليوم مثل ما وعدناكم راح نحل تمارين متعلقة بصيغة الحاضر المستمر مقارنة مع صيغة الحاضر البسيط. طبعا الحاضر البسيط هو لشيء ثابت متكرر بشكل يومي، بينما الحاضر المستمر هو لشيء مؤقت بلحظة الحديث عنه بفترة راهنة، شيء متغير. إذا بنلاحظ أنه الـ present simple هو ثابت بينما الـ present continuous هو متغير. طبعا لحتى نفهمهم أكثر رح نحل التمارين. بنشوف التمرين الأول عم بيقول Mary usually go to school by bus. go ولا goes ولا is going وليش؟ طبعا Mary عادة تذهب إلى المدرسة بالباص. طبعا لأنه في عندي عادة فالفعل متكرر بشكل منتظم فبنستخدم الفعل goes. goes طبعا ليش ما اخذنا go؟ طبعا هو ممكن ناخذ go ممكن ناخذ goes، فاخذنا goes لانه عندي Mary يعني شي، والشي بتاخذ s لزمن الحاضر البسيط. بنشوف رقم 2 do does is she visit visiting visits her grandma every Saturday. هل تزور امها كل سبت؟ فعندي شيء متكرر وليس مؤقت، فايش بدنا نستخدم؟ present simple الحاضر البسيط. فشلون مش في عندي شيء وبالتالي انا بحسن اخذ do؟ لا، فانا مضطر اخذ does. does she طبعا بعد ال does ايش بدي اخذ؟ مصدر. does she visit her grandma every Saturday. does she visit her grandma every Saturday. ننتقل على رقم 2 رقم 3 عفوا listen John Blaze is playing the violin. اسمع ان جون يعزف على الكمان. اسمع يعني عم بيقول له هلا اسمع هلا، فالعمل موجود بفترة مؤقتة، لذلك ايش بدي استخدم؟ الحاضر المستمر John is playing the violin. John is playing the violin لانه شيء مؤقت فاخترنا is playing. ننتقل على رقم 4 is are do you playing plays computer games right now. هل تلعب ألعاب الكمبيوتر الآن؟ طبعا عم بحكي عن شيء مؤقت يحدث الآن، فايش بدي استخدم؟ بدي استخدم الحاضر المستمر. بما انه عندي you فبدي اخذ are you playing computer games right now. are you playing computer games right now. I always do does I'm doing my homework after school. أنا دائما ما أكتب وظيفتي بعد المدرسة. فعمل متكرر تمام، فإيش بستخدم؟ الحاضر المستمر. I always do my homework after school. My brother doesn't like doesn't likes geography. أخي لا يحب الجغرافيا. طبعا هذا شيء ثابت وغير متغير وبالتالي بدي استخدم الحاضر البسيط. ف my brother doesn't like بما انه ثابت تمام. طبعا انا ما بحسن اختار don't لانه في عندي my brother، ما بحسن استخدم doesn't likes لانه هي غلط محطوط s مع does بينما هي لازم تاخذ doesn't like بدون الاس. ننتقل على اللي بعده they are watching television at the moment. انهم يشاهدون التلفاز حاليا تمام. ف they are watching is watching اذا they are watching لانه عندي العمل مؤقت فاستخدمت الحاضر المستمر they are watching. we is fighting we aren't fighting we don't fighting we don't fight at the moment حاليا. بس نقلي حاليا معناته بدي افكر بالاي ان جي الفعل اللي له اي ان جي، فعندي يا isn't يا aren't fighting. فبما انه عندي we فرح اخذ aren't we aren't fighting at the moment. اللي بعدها my sister listens to music now. am listening is listening. طبعا بما انه عندي now الان فالفعل بده يكون له اي ان جي حصرا لانه حاضر مستمر والفعل مؤقت. ف هاي اي ان جي ام و از. طبعا ماي سيستر ايش بناسبها؟ از. ماي سيستر از listening.
اللي بعدها do your father working in a factory does is working work works هل يعمل أبوك في معمل فأنا بسأل عن حالة عن حالة دائمة وليست مؤقتة فإيش بستخدم الحاضر البسيط أي يا دو يا داز طبعا وبعدهم مصدر فبما أنه عندي your father فبدي استخدم does does your father work does your father work in a factory اللي بعدها we play football in Sundays we play plays are playing football on Sunday نحن نلعب كرة القدم يوم الأحد طبعا العمل ثابت ودوري وليس مؤقت فبدي استخدم الحاضر البسيط وبالتالي ما بصير استخدم ing صفة بدي استخدم plays أو play وبما أنه الفاعل هو we فبستخدم play She doesn't learn, she don't learn, she is not learning English at the moment حاليا مجرد عندي كلمة حاليا معناتها عندي حاضر مستمر معناتها عندي ing تمام فبطلع عندي isn't learning ما في غيرها isn't learning هي الوحيدة اللي إلها ing فبختارها she is not learning English at the moment طبعا لهون بكون وصلنا لنهاية درسنا في هدول التمارين رجعوا اكتبوهم عندكم على الدفتر وحلوهم وأي استفسار ابعتولي see you soon goodbye